عم انتم جماعة الريال ايش عندكم؟ هو كريستيانو رونالد وخبوستون دون ما دون تالي وين صار؟ تعال شوف ميسي جاب كاس العالم البلدي ذبحتونا ميسي على اساس جايب ما ادري شنو ترى الكؤوس اللي جابتها ريال بقش على راس ميسي اقول لكم بمناسبة هذا النقاش المهم ذاك اليوم جماعة يسولفون على الدم بثوب المصلي يقولون مو كل دم على الثوب مبطل للصلاة دم الحشرات طاهر غير ذوات النفس السائلة ومنها الإنسان نجس والدم النجس حتى لو بقد الدرهم معفو عنه مدري شنو عد هاي شنو هاي والله انت قديم شوف الناس وين صارت وانت بعدك على الدم والنجاسة والطاهر ذب الثوب بالغسالة وانهي الموضوع وذات نكسة الغسالة هسه صار عندنا شغلتين نكسات بمكان الوحده شو نسوي بهيك حاله انا شو معرفني اسال الوليد يمكن يعرفون مبين عليهم هواي مثقفين ومطلعين وحافظين كل تاريخ ريال مدريد وبرشلونه الواصل اللي هناك معقول اذا ما يندل هنا انت مو ما تعرف بالشغله تذبها علينا وانت وين طببتنا بهاي السالفه يا اخي شو معرفنا شوف رجل دين واساله بهاي المواضيع يا شو بس رجل الدين يحتاج هاي المعلومه اكيد لا اي واحد يصلي يكون يعرفها بس نسال رجل دين غير طبعاً نسأله ونقرأ رسالة العملية أنت مو صلي إيش عجب ما سأل ولا قاريها ترى الطوبة حلوة وهواي ممتعة وكل إحنا نتابعها بس متعة إلها وقت مو واجب نعرف عنها كل شيء بينما أكو شغلات بالحياة وبالدين واجب نعرفها أحكام الدين الطهارة والصلاة والتجارة حتى أقدر أعبر بسلام للآخرة أحكام الطب مهمة للصحة لذلك رجل الدين مو بس هو اللي يحتاج المعلومة الدينية ولو هو اللي يستخرجها من مصادرها أقولكم خلينا نغير الموضوع علي ضاج أقول لك صدق ميسي يا مواليد 24/6/84 ورونالدو مواليد 5/2/85 ذاك 4/4 وهذا 5/5 أقول لكم صدق الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت بياسنا ولد سكوتكم أبلغ جواب بعد إيش نحكي عادي نهتم بالطوبة شيء حلو بس لو 10% من هذا الاهتمام نهتم بالمعلومة اللي راح تنقذنا من مصايب الآخرة فأكيد راح نربح الدنيا والآخرة